السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال يقول: هل الصيام هو درجة واحدة أم أنه درجات؟ الصيام هل هو درجة واحدة أم هو درجات؟ الجواب الثابت عند أهل العلم والفقه أن الصيام درجات، ويمكن أن نلخصها في درجات ثلاث. هناك صوم العموم، وهناك صوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. صوم العموم أو صوم العامة هو عموم الناس يصومون صياما عاديا، اللي هو يحرصون فيه على الكف عن شهوة البطن والفرج وعن قضاء الشهوة. هذا صوم العامة، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. هذا هو الصوم في أبسط صوره، لا نأكل لا نشرب، لا يقع هناك جماع، صوم العامة. فإذا حافظ الإنسان على هذه الأمور كان صيامه صحيح. لكن هناك الصيام الخاصة. الصيام الخاصة هو فيه كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأيضا فيه كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. الصيام الخاصة الإنسان هو يمتنع عن الطعام والشراب، وأيضا تجده يحفظ سمعه على أن يسمع أشياء حرمها الله، يحفظ بصره على أن ينظر إلى أشياء منعها الله، يحفظ يده أن تفعل شيئا نهى عنها الرحمن، يحفظ رجله أن تقوده إلى مكان لا يجوز أن يقوم فيه، وهكذا سائر جوارحه. لأن الصوم هنا مرتبة خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. ثم هناك صوم خاصة الخاصة، هذا هو أعلى درجات الصوم، نتمنى أن نكون من أصحابه. ما حقيقة الصيام خاصة الخاصة؟ هو أن الإنسان يكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، ويكف أيضا السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأيضا يصوم قلبه ويصوم فكره، فلا يفكر في شيء سوى الله تعالى واليوم الآخر، لا يفكر في شيء من أمور الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من زاد الدنيا. هذا باختصار شديد هي مراتب الصيام: صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نصل إلى هذا المقام، مقام هو مقام الأولياء والعارفين بالله والمقربين إلى الرحمن. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.